الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط، أهلا وسهلا بكم معي من جديد. أعزائي زوار القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم معنا إخوتي، شرفتونا ونورتونا. ما تنساوش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس بإذن الله. نواصل أحبتي صفحة رقم 63، je me prépare à l'écrit، يعني هنا الحين نحضروا أنفسنا لكتابة الوضعيات الإدماجية. Premièrement, remets dans l'ordre ce fait divers pour retrouver sa structure. يعني ضع بالترتيب هذا الحدث حتى يعني يجد شكله الصحيح. كما راكم تشوفوا معايا هنا عندنا مجموعة من الفقرات، يعني هذا لو في ديفير هو مقسم. المطلوب أننا نرتب هاد المعطيات أو هاد الفقرات حتى نتحصلوا على ان في ديفير. كما شفنا من قبل لو في ديفير هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا بروميرمون لو تيتر اللي هو العنوان، لازم يكون قصير و سو فورم نومينال، يعني يكون جملة اسمية. كذلك عندنا لو شابو. لو شابو هو يعني يجمع معلومات من العنوان وكذلك من لو كور تاع لو في ديفير. كذلك لو شابو لازم يكون مكتوب اون غرا، يعني خط سميك، يعني اسود سميك، ويكون ايتاليك، يعني يكون على شكل مائل. Voilà. Le corps du fait divers هو يعني المعلومات بالتفصيل حول الحادث أو حول هذا المقال. دونك هنا لما نلاحظوا مع بعض عندنا le titre هو E. Algérie 14 morts dans un accident de la route. يعني هذا هو العنوان، راهو واضح، راهو قصير، يعني مكتوب بخط غليظ وكذلك على شكل جملة اسمية. دونك لو تيتر هو هذه اللي هي حرف او. عندنا بعد لو تيتر راح يجي لو شابو، يعني في الترتيب تاع لو في ديفير ابري لو تيتر اون تروف لو شابو. لو شابو كيما راكم تلاحظوا هنا عندنا هاد الفقره هي مكتوبه اون غرا كيما راكم تشوفوا. كذلك فيها كل المعلومات. عندنا 14 بيرسون اونت ايتي توي اي 11 بليسي. Tel est le bilan provisoire d'un terrible accident de la circulation survenu dans la nuit de mardi à mercredi entre Hassé le Fhal et El Mneha à 180 km au sud de Gherdaya. هنا عطانا معلومات مختصرة ومعلومات مهمة جدا، يعني حول هذا الحادث، يعني 11 شخص ماتوا و 11 مجروحين حسب التقرير الذي يعني التقرير المقدم حول الحادث أو حادث المرور الذي وقع في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بين منطقة حاسي لفحل والمنيعة حوالي 180 كيلومتر جنوب مدينة غردايا. دونك هذا لو تيتر، هذا لو شابو. هنا عندنا يبقاونا ثلاث فقرات الأخرى الحين تقراوهم يعني وتتحصلوا بعد ما ترتبوهم على لو كور دو في ديفير. هنا احبتي بالنسبه لترتيب فقرات لو كور دو في ديفير الحين نقراوهم مع بعض، يعني نفهموهم جيدا حتى نقدروا نرتبوهم. تابعوا معي. لو درام سي برودوي لورسكان مينيبوس ترانسبورتان دو فامي دون دي فام et des enfants en provenance du sud a dérapé dans un virage avant d'effectuer plusieurs tonneaux. Selon la protection civile, 9 membres des deux familles ont succombé sur place tandis que les cinq autres ont succombé à leurs blessures après évacuation vers des structures sanitaires. Les 11 blessés ont été évacués vers les hôpitaux d'El Mneha de Gherdaya et celui de Metlili. Donc, المأساة حدثت عندما يعني حافلة صغيرة
وهي كانت تنقل عائلتين من بينهم نساء وأطفال في منطقة الجنوب. انزلقت في يعني ان فيراج هو منعطف فوالا قبل أن تحدث يعني كارثة كبيرة. حسب الحماية المدنية 9 أشخاص من العائلتين يعني ماتوا سور بلاس يعني في مكان الحادث، في حين أنه 5 آخرون ماتوا متأثرين بجروحهم وبعد نقلهم إلى المصالح الصحية في المنطقة. كذلك لي 11 بليسي اون تي ايفاكوي فيغ لي زوبيتو، والمجروحين 11 الاخرين نقلوا الى المستشفيات في منطقة المنيعة غردية وكذلك منطقة متليلي. هذه يعني الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، un premier bilan établi par les services de la protection civile fait état de 12 morts et 13 blessés. التقرير الأول المقدم من طرف مصالح الحماية المدنية يعني جاء فيه أنه 12 شخص ماتوا و13 مجروحين. C'est une délégation conduite par le secrétaire général de la wilaya de Gherdaya s'est rendu mercredi matin sur les lieux du drame et au chevet des blessés à l'hôpital d'Elmnera. وتمثيلية أو مجموعة من الأشخاص مثلوا ولاية غردية، وكان على رأسهم السكرتير العام لولاية غردية. قاموا بالزيارة صباح يوم الأربعاء إلى مكان الحادث، وكذلك قاموا بزيارة المجروحين في مستشفى المنيعة. يعني من خلال هذه القراءة وبعد ما فهمتوا الأحداث راح نشوفوا باللي بي هي الأولى، يعني وصفنا الحادث كيفاش وقع الحادث وأسباب الحادث وكذلك نتائج يعني ماذا حدث بعد الحادث. كذلك هنا عندنا تقرير الحماية المدنية الأولي، يعني لازم نذكر هذا التقرير بعد أسباب الحادث، يعني بعد الأسباب راح نشوفوا النتائج، يعني هذه منطقية. النتائج هي اللي هنا ذكرونا باللي كان 12 شخص ماتوا و13 مجروحين. في الأخير بعد ما نذكر الأسباب والنتائج راح نشوفوا ماذا حدث، يعني أو الإجراءات المتخذة من طرف السلطات. هي يعني زيارة لمكان الحادث وكذلك زيارة المجروحين في المستشفى. نتمنى تكونوا فهمتوني أحبتي، يعني لما يعطيكم مثلا هذا النوع من التمارين حاولوا أنكم وبعدها ترتبوا الأحداث. يعني لو في ديفير أول شيء راح نذكروا العنوان، ثاني شيء راح نذكروا لو شابو، بعدها لو كور دو في ديفير، راح نبداو بكيفية وقوع الحادث، أسبابه، نتائجه والإجراءات المتخذة من طرف السلطات. فوالا أحبتي، هذا فيما يخص يعني لو برومي اكزارسيس. راح نشوفوا دوزيامون، تابعوا معي. أبخي لا ليكتور دو تيتر et du chapeau du fait divers ci-dessous, complété en binôme le corps de cet article. يعني بعد قراءة العنوان وكذلك le chapeau du fait divers ci-dessous, يعني هادو, أكملوا en binôme, يعني كل تلميذين مع بعض, le corps de cet article. Incendie dans une base de vie à Ouedrir. Un chalet de 480 mètres carrés parti en fumée. حريق في قاعدة عيش في منطقة واد غير. قاعدة العيش هي هذوك القواعد اللي يديروهم مثلا في الشانتي تاع البناء، يعني باش العمال يسكنوا فيهم حتى يكملوا المشروع تاعهم، هذوك هما اللي يسميوهم لي باز دو في. ان شالي دو 480 متر كاري بارتي اون فومي، يعني مكان للسكن بمساحة 480 متر مربع احترقت او فوالا يعني احترقت. بارتي اون فومي هي معناتها احترقت.
Un grand incendie s'est déclaré dans l'après-midi d'avant-hier dans un chalet en préfabriqué si dans la base du la base vie du chantier de construction des logements ADL à Ouadrir, plus précisément à Taïma. حريق كبير انطلق أو اندلع في مساء يعني قبل البارحة في مسكن جاهز يعني هذوك السكنات الجاهزة الواقع في قاعدة الحياة لي يعني لشانتيي هو مشروع يعني مكان مشروع لبناء سكنات أديال يعني سكنات عدل في وادي غير وبالضبط في منطقة تيمة. هنا بعد ما قرينا لو تيتر وكذلك لو شابو المطلوب أننا نكملو هاد لو كور دو في ديفير. فوالا هنا راح نستخرجو المعلومات يعني من لو تيتر وكذلك من لو شابو ونكملو بهم لو كور دو في ديفير. تبعوا معايا هنا فقط راكم تلاحظوا بلي راني كاتبه بقلم رصاص يعني من اجل الشرح فقط. فيما بعد راح نخليها لكم مكتوبه يعني في يعني بروبرومون حتى تقدروا تقراوها. تابعوا معي. Un violent incendie a ravagé un chalet de 480 mètres carrés dans la base de vie du chantier de construction des logements ADL à Ouadrir, plus précisément à Taïma. Donc, حريق يعني عنيف التهم مسكن بمساحة 480 متر مربع في قاعدة الحياة لمشروع بناء في مشروع أديال في واد غير وبالضبط في منطقة تيمة. Voilà. Arrivés rapidement sur les lieux, les éléments de la protection civile ont pu maîtriser les flammes et sauver plusieurs personnes. يعني وبي الوصول السريع لعناصر الحماية المدنية استطاعوا التغلب على على النيران أو ألسنة اللهب وإنقاذ العديد من الأشخاص. Le sinistre est probablement dû à une déficience électrique. وهذا الكارثة هي احتمالا وقعت بسبب شرارة كهربائية. Les dégâts matériels sont nombreux. الخسائر المادية كانت كثيرة. Fort heureusement, il n'y a pas de victimes. ولحسن الحظ لم تكن هناك ضحايا أو يعني ضحايا بشرية. فوالا أحبتي يعني نتمنى تكونوا فهمتوني. فقط لهنا كما ذكرت لكم راح نعاود نكتبها لكم يعني بشكل واضح حتى تفهموها جيدا. وانتم كذلك أحبتي حاولوا أنكم ديروا نماذج من عندكم لأنه يعني من غير اللائق ومن غير المنطقي أنه كل تلاميذ راح يكون عندهم نفس النموذج. كذلك لما تحاولوا وحدكم في الاختبار أو في الفرض رايحين تقدروا تكتبوا الوضعيات بشكل سهل يعني ما تعتمدوش فقط على هذا النماذج اللي مدوه لكم لأنه هذه فقط يعني طريقة لتسهيل الشرح ويعني نوري لكم يعني الطريقة الصحيحة. ولا أحبتي بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الصفحة. نتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا معنا يعني كيفية كتابة لو في ديفير يعني راهو سهل. فقط عليكم التركيز وفهم العناصر كيفاش نكتبوها. ما تنساوش أحبتي بارتاج للفيديوهات والضغط على زر الجام وأترككم في رعاية الله وحفظه. سلام الله عليكم.